عالمنا بين ماضينا وحاضرنا. الإنسان في الماضي عاصر الطبيعة وتأقلم مع الحياة، استخدم كل ما أتاحته له ولم يحتاج إلى صناعة ضخمة ليعيش، بل عاش ومات بدون أمراض أو أوبئة مثلما نعاصر الآن. مرض الكورونا الذي يأتي من إهمال النظافة الشخصية والاحتكاك المباشر بالأشخاص، الذي قضى على معظم الأشخاص الذين ضعفت مناعتهم تدريجيا لأسباب عديدة، منها الأكل الغير الصحي والمشروبات المصنعة وعوامل التلوث وغيرها، مما سبب الأمراض المزمنة هو الفيروسات. لذلك قدمت شركة بيوفود الحل لتجنب الإصابة بالفيروسات وغيرها، وذلك عن طريق اهتمامها بالتغذية البيولوجية بالزراعة الخالية من المبيدات والسموم الزراعية، فبذلك يحتفظ الخضار بالفيتامينات. شركة بيوفود تنتج لنا جميع أنواع الخضار بشكل صحي وأمن، كما تنتج الدجاج البلدي في بيئة صحية ومناسبة، وهو ما يعتبر تعاون مباشر مع الطبيعة. من خلال بيوفود تستطيع أن تحافظ على مناعتك وصحتك وأن تربي أطفال أصحاء أقوياء، كما تقدم لكم الشركة خدمات التوصيل المجانية. يمكنكم أيضا مشاهدة منتجاتنا وأنواعها من موقعنا www.biofood.ma أو الاتصال بنا على الرقم 06 63 12 72 21.